بمجرد إعلان فوز الفيلم الوثائقي عن الخوذ البيضاء بجائزة الأوسكار، انطلقت أبواق النظام في محاولة يائسة جديدة لتغطية الشمس بغربال وإنكار الحقيقة. فما هو سر هذه الظاهرة؟ What did they achieve in Syria? Okay, the white helmets. How are we managing this? Okay, well, thank you to the Academy. This will end as quickly as possible. مرحب فيكم بفقرة أورينت نت مع عمر الخطيب وغسان ياسين. وغسان، بدي أبدأ معك. بالنسبة لظاهرة انطلاق الأبواق لمحاولة تشويه الحقيقة حول الخوذ البيضاء الآن مع فوز بالأحرى وثائقي عنهم بالأوسكار، تفسيرها فعلا بيخطر بالبال، أنه شو تفسير هالاستيلاب، حالة الاستيلاب هاي؟ يعني وكأنما أحيا الناس جميعا. بالبداية قبل ما أجاوبك اسمح لي أوجه تحية كبيرة لأبطال الخوذ البيضاء وأبارك لهم باسم وأبارك للثورة. حقيقة هو نصر كبير يعني في خضم القمع الذي تحاول والإقصاء لقوى الثورة المختلفة وإقصاء الصورة المدنية الجميلة عما يجري داخل سوريا. يعني يأتي هذا الفوز رسالة واضحة وصارخة، أهم يعني معقل الفن بالعالم، رسالة تكريمية لأبطال الخوذ البيضاء وتكريمية بالتالي لكل قوى الثورة المدنية. بالعودة لسؤالك وجمهور النظام، أمر وحيّن هم حقيقة جزء كبير منهم مستلب بالإرادة نتيجة عملية ضخ إعلامي كبير يعني على مدار 6 سنوات، وجزء آخر بالفعل هو يعني يحاول إيهام نفسه بهذه الرواية من أجل ربما يعني تبرير ذاتي على أعتقد بينه وبين نفسه لجرائم تحدث أمام عينه. يعني عند هاي النقطة غسان بالذات فعلا يعني برأيك هو فعلا هو مقتنع أم هو الجمهور هذا هو خائف من إيضاح الحقيقة؟ بمعنى مقتنع يعني في حقائق تفقع العيون، البرميل اللي عم ينزل هو ويؤذي الناس. أوصل له يعني قبل مثلا عدة شهور قبل ما يتم إخلاء حلب الشرقية كان يعني في أحيانا في أحياء كنا بحلب بعيدين 3 بنايات بس يعني أقل 200 متر عن المناطق الغربيه والمناطق الشرقيه، اللي جالس هناك على شرفة منزله على البلكون يعني عم بيشوف البرميل بس هو عم يشوف روايات النظام عم بحاول يصدقها لحتى يعيش هذا الصراع يحسمه داخله انه لا بالفعل في ارهابيين الاخ 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 يعني استهدافه المبرر، حتى يبرر نفسه صمته، حتى يبرر تواطؤه بين قوسين، حتى يبرر كثير قصص. وفي جزء مستلب الاراده بالفعل مصدق نتيجه هذا الضخ الكبير ونتيجه يعني محاوله تشويه. وايضا في الاعلام الغربي ساهم بشكل او باخر بهذا الموضوع ولو بشكل يعني غير تتهمي انه الاعلام الغربي يفترض غير هو مباشر متآمر كيف ساهم يعني لما بشار الاسد خلال عام واحد بيجري حوالي اكثر من 25 مقابله، هذا امر يعني مريب حقيقه. لماذا كل هذا؟ رح نجي على اجوبته حول موضوع الخوذ البيضاء اللي هي بحد ذاتها ما بتصور انها كانت مدينه له اكثر ما كانت خدمته. بس عمر تحديدا هاي النقطه برايك تفسيرها اذا كانت فعلا ظاهره استيلاب، صدقوا عم يشوفوا هن القصف امام عينهم حتى لو من مناطق النظام،
بس بالمقابل عم ينكروا الحقيقة وبيعتبروا انه لا هدول ارهابيين مثل ما وصفون وتمثيلية وشي من هالقبيل. هلا لانه نحن بدنا ما ننسى انه انت خاضع لنظام دكتاتوري 40 سنة عم يطبق بشكل عملي اساليب ونظريات تمام اللي هو كان يطبق الاتحاد السوفيتي اللي يوصف انه اسوء دكتاتورية في التاريخ. فبتتحول انت بكل بساطة انه ضمن هذا النظام الدكتاتوري تتحول لمجرد تابع مستمع ومردد. فانت بدك تحافظ على توازنك الداخلي وبدك بنفس الوقت انت تعودت تكون المتلقي، ما تعودت تكون المناقش المفكر انه لا هيك لا هيك لا هيك. ونحن نتذكر كثير منيح انه بشار الاسد وقبله ابوه ما كان بس ممنوع انك تحكي بالسياسه، كان ممنوع انك تشتغل اي شيء صح، يعني تشتغل فن صح ممنوع، تشتغل اعلام صح ممنوع، تشتغل اي شيء ادب صح ممنوع، اي شيء صح كان ممنوع عليك. فبالتالي هذا الشيء خلى الناس اتعودت على مصدر واحد للمعلومة وللفن ولكل شيء اللي هو النظام. تعودت عمر يعني بالنتيجة أنت برأيك النسبة الكبيرة هاي اللي عم تطبل وبتزمر للرواية اللي بيقدمها النظام هي خوفاً أم هي فعلاً قناعة بالطريقة اللي بشرحها؟ لا هي مو قصة خوف، هي ولا قصة قناعة، ما تحسن تسميه. نحن كنا عايشين نفس الشيء بالأخير، ما تحسن تسميه قناعة. أنت بالأخير هي بنية نفسية أنت ربيت عليها، الخروج منها، العودة لإنسانيتك، العودة لأنك تشعر بقيمتك كإنسان. ما أنت بالأخير إنسان مو بيأكل بيشرب يعني، بس الإنسان هو موقف وهو اللي بيعبر عن مواقفه وعن قناعاته، بيقدر يعبر عنه. بس لحتى توصل لهي نحن ما وصلنا إلا بفضل الثورة. أنت بتعرف بداية الثورة في كتير ناس مثلاً اللي كانت سواء طلعت ظاهرت أو كانت شاركت بأي شكل من الأشكال تقول لك نحن ما كنا عايشين. كتير هاي الجملة كتير مهمة. شو قصده ما كنا عايشين؟ قصده إنه إحنا ما كنا عندنا هذا الإحساس، كنا عم ناكل ونشرب صح. قدروا على التفكير النقدي حتى طبعا. بلحظة اتجاه حتى ما يسمى النقد الذاتي طبعاً بالتنظير موجود هو عند النظام، لكن عند هاي النقطة تحديداً غسان عملياً نفترض بالمقلب الآخر إذا ما ننظر للمسائل طبعاً أكيد في تجاوزات بالنهاية. نحن ما بنحكي هون عن الخوذ البيضاء اللي انطلقنا من الموضوع، ولكن إجمالاً بالنسبة للموجودين على الأرض أي من قوى الثورة إن كانت مدنية أو عسكرية في تجاوزات. بالتالي هل استطاع فعلاً إعلام الثورة مثلاً تسليط الضوء بشكل متوازن بدون حرج؟ يعني هي إحدى الملاحظات التي تؤخذ من قبل بعض يعني بعض المشتغلين بشأن العام إنه إعلام الثورة كان دائما يحاول تركيز على الأخطاء سواء سابقا أجاج الحر أو كل القوى السياسية والثورية في الداخل. أنا أعتقد أن هذا الأمر إيجابي. أولا هذا نقد ذاتي تحتاجه مسيرة الثورة، نقد ذاتي ومطلوب. والأهم من كل هذا أن الموضوع يعني موضوع ترتيب الأولويات انتهى. يعني الإعلام الذي مبرمج الذي لديه يتحدث باسم الدولة والمصلحة عليا ويريد إيصال الناس المعلومة التي هو يريدها، هذا الأمر مع سطوة السوشيال ميديا انتهى. أولا نقاش مفتوح، يعني نقاش مفتوح، يعني العكس تماما. نشطاء يعني إعلام الثورة أو بعض النشطاء أو بعض الأشخاص الذين يكون معرفات وحسابات لها حضور ما على وسائل التواصل الاجتماعي استطاعوا إحداث خرق أولا بالبداية الثورة عن إيصال صوت ما يجي داخل السيرة، ولاحقا من أجل التصحيح وتسليط الضوء على أخطاء مسار الثورة. يعني لاحظ أنت منتقدي الائتلاف منتقدي الجيش الحر الذين يمتلكون معلومة دقيقة تجاه هذه الأطراف هم من أبناء الثورة، لا أعلام النظام ولا أعلام الممانعة بين قوسين، هم أعلام الثورة، هم أكثر قدرة على توصيف وتشخيص هذه الأخطاء. لذلك أنا أعتقد هذا أمر صحي رغم كل ما يعتري يعني كظاهرة عامة أنه سبي، لكنه بالنهاية أمر صحي بسبب أولا أن المعلومة أصبحت متاحة للجميع ولا يستطيع أحد. هاي هي الحجة بالأحرى أو الإثبات، بمعنى لو كان هناك لنفترض لو كان في تجاوزات فعلا أو أي شيء غريب بموضوع نشاط الخوذ البيضاء كان انكشف أصلا من أوساط الثورة نفسها، لأنه ما في سقف موجود صح. أو بروباغندا ماشي تحديدا الخوذ البيضاء. يعني الخوذ البيضاء حقيقة نوبل خسرت شرف منحهم الجائزة والأوسكار تشرفت بهم، هم يقومون بجهد يعني حسب كل مراكز دراسات العالمية وكبرى الصحافة وكبرى المحل وكبار المحللين السياسيين أن الأزمة أن الحرب في سوريا هي أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية. يأتي دور هؤلاء الأبطال، تخيل أنهم يعملون في ظروف جدا صعبة، هم بدأوا بإمكانات جدا بسيطة، يعني هي جهود فردية
حصلوا على بعض الدعم لاحقا، لكنه بالمجمل هو دعم محدود، يعني دعم لا يرقى الى مستوى بطولاتهم. هذه واحده. الامر الاخر، هم يذهبون الى مكان، انا شاهدته يعني اكثر من مره ذهبت برفقتهم يعني عندما كنت في مدينه حلب، يذهبون الى مكان القصف بغض النظر عن، لا ينظرون الى هويه او الى انتماء الذي الجرحى والمصابين، يعني هم يعملون في عموم المناطق المحرره في عموم سوريا، يقومون بعمل انساني حقيقه يعني عجزت عنه منظمات في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظروف الحرب. جيش روسي يقصف في المدنيين، لكنهم لم يتوقفوا عن هذا العمل، لذلك حقيقة يعني هم يستحقون ما فوق الأوسكار. هم نقطة مضيئة حقيقة في خضم هذه الصراع الذي يجري في سوريا. نقطة لمحاولة البروباغندا اللي بتحاول تواجههم بالمقابل، وتواجه أي صوت خارج تغريد اللي نسميه تجاوزا إنجاز التعبير، تغريد سرب النظام، بالتالي لازم يكون في وصفة الإرهاب المفترضة. هلا أنت بالنسبة للخواز البيضاء، هلا ما قبل ترشحهم للنوبل بتلاحظ الإعلام الروسي بدأ من بداية العدوان الروسي حتى ما قبل، يعني بلش يرصد ويحاول على طول تكذيب وتسخيف واتهام أي نشاط أو أي شيء عم يبرز بسوريا، عم يستقطب الاهتمام الغربي او الاهتمام العالمي، عم يرجع للناس للسوريين ثقتهم يعني بنفسهم بقوتهم بقدرتهم على تجاوز الشيء اللي عايشينه، كان فورا يعمد الى تهشيم هذا الشيء، بحاول تشويهه. فالخواص البيضاء على فكره الحمله الروسيه مبلشه عليها من قبل، حاولوا كثير، لعبوا كثير، حاولوا مثلا يشككوا بالفيديوهات. ليه؟ لانه بتكشف انت بالايام احياء حلب الشرقيه، هي كثير بينات، كان أكبر فاضح للقصف الروسي والإجرام الروسي كان هن الأفلام اللي عم بتطلع على الخواذ البيضاء عن عملية إنقاذ الجرحى. لأنه أنت هون ما في، مو أنه أنا فصيل أو أنا معارض أو أنا يعني أي شيء، جماعة النظام عم بيقولوا أنه هاي نوع من المشاهد التمثيلية، وحتى الإعلام الروسي كمان حاول واستفز حتى الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا لا كمان تدلي بدلوة. أيوة، الإعلام الروسي على فكرة المواجهات اللي خاضوها هي مو بس مع السوريين، على التويتر خاضوا مواجهات مع صحفيين غربيين، مع نشطاء غربيين على تويتر، انه لا انه حاج يعني انه في شيء انت بتحسن تكذب فيه، بس في شيء خلص انت عن شو عم تكذب؟ انه هي البنايه واقعه تمثيل، انه هذا الشيء، وحاولوا مثلا يصيروا يجيبوا صور ويقارنوا بها، كثير حاولوا يدروا مصداقيه، لكن الثابت انه ما حسنوا، وانه لانه عمل الشباب نتائجه التواصل مع الصحافة الغربية مع المنظمات الإنسانية عملهم كتير واضح. تمام، وما حسنت روسيا، وروسيا على فكرة يعني هي مش أول مرة بزماناتهم، يعني تذكر يوم بانا حاولوا أنهم يتهموا ويشككوا بمصداقيتها ويشككوا بالتويتر تبعها، وغير بانا كان في عندك من قبل القصة القديمة، يعني ما بدأ الشغلة يوم الشهيد حمزة الخطيب ما طلع على تلفزيونات النظام يقول لك انه كان رايح يغتصب النساء بالكريت الضباط، يعني كل هاي الروايات تم تصديقها طبعا من قبل البعض. بالتالي بدنا نرجع لشيء كنت ذكرته من شوي غسان، انه قد يكون الاعلام الغربي ظلم السوريين بمساله اتاحه الفرصه لبشار الاسد للظهور مرارا وتكرارا، بس هو بجوابه سابقا لما كان خوات بيضاء مرشحين لنوبل كان عنده جواب غريب، حتى أو بالأحرى جوابه كان سؤال ماذا قدموا؟ فهيك بشار الأسد قال إنه ماذا قدموا لسوريا؟ يعني بمجمل هذه الجائزة أوجعت النظام، إعلام النظام وإعلام الروسي تحديدا، يعني هي يعني فيلم واحد قصير استطاع ضحت كل الروايات، فيلم وثائقي، فيلم وثائقي بالنهاية، نعم، استطاع ضحت كل هذه الروايات التي حاولت روسيا منذ يعني من أجل إخفاء آثار عدوانها على مدينة حلب تحديدا، على عموم سوريا، ولكن على مدينة حلب تحديدا، يعني مثل ما قال عمر شوي أكثر حدا وفضح الإعلام الروسي بالفعل هو عمليات الإنقاذ اللي كان يقوم فيها الخواص البيضاء، وكان له موثقة بالصوت والصورة، كل هاي يعني بالدين الروسي وبتأكد إنه ارتكاب جرائم حرب في مناطق، في نقاط حيوية، يعني مشافي، مدارس، مستوصفات. إذا حالة الإنكار اللي بعيشها بشار الأسد والمجموعة البروباغندا تبعه هي نفعتهم عملية؟ بالضبط، هي فشلت تماما، فشلت فشلة ذريعة. أولا ما حدا قدر يصدقهم، وجت تتويج كل هالعملية لصالح الخوات البيضاء بحصولهم على جائزة الأوسكار، وقبلها الترشيح، هن ما أخذوا نوبل، لكن يعني موضوع الترشيح فقط لجائزة نوبل سلط الضوء على بطولات الخوات البيضاء، على الأعمال التي يقومون بها، وبالتالي عكس
كمية الإجرام الممارسة من قبل نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وروسيا، لذلك ألامتهم جدا هذه الجائزة، أربكتهم حقيقة، يعني ضخ إعلامي كبير، وسائل إعلامية، شركات كبرى، علاقات عامة، جاء هذا الفيلم الوثائقي القصير ونسف كل هذه الرواية. إنجاز التعبير لما نقول هجوم إعلامي أو سياسي كمان، حتى مندوب النظام بمجلس الأمن كمان نفذ هجوم واضح، حاول يستخدم بعض الصور، هل يعني ذلك أنه هذا الهجوم والتركيز على من يقومون بعمل هو حيادي، هو عمل إنساني بحت، إنقاذ، عمل إنقاذ، أنه هذا العمل هو أكثر إيلاماً حتى من نشاطات أخرى ومؤسسات أخرى للثورة؟ إيه، هلأ أنت تكتبه لشغلة حازم، هلأ أنت لما تجي تقوله للنظام أنه الفرض أو الطرح الإنساني اللي يعتبره اللي تم طرحه بمجلس الأمن وتم طرحه بأكثر من منظمة إنسانية طرحته، إنه يا أخي خلينا نزيد مساعدات إنسانية من الجو، أكل، يعني ما حن يعني ما في أسلحة، أكل، منظمات إنسانية نزيد، فكان يقول لا، كان يحاصر، يقول له فك الحصار، يقول لا، ما أنت هو ما عنده جواب لما تيجي تقول له ليش عم تحاصر أو ليش عم تخلينا غير إرهاب إرهاب، فأي شيء، أي نشاط، أي مجهود، أي عمل إنساني بقلب سوريا من السوريين المناطق المحررة، النظام بيتحسس له وبيستنفر له فورا. طبعا هذا بينبهنا على شغله كثير مهمه اللي هي الاعلام الروسي، لاي درجه هن متابعين ولاي درجه هن ملاحقين. انا بقول لك ان بلشوا بالخوز البيضاء يحاولوا يعملوا بروباغندا ويشوهوا فيهم، يعني في جهد قبل بكتير ممنهج منظم، طبعا من قبل بكثير من قصه نوبل، قصه الاوسكار، بانا اول ما بلشت تظهر بانا كانوا بلشوا في قصف وحاولوا انهم يكذبوها على تويتر وقدام الصحافه الغربيه، فهن جاهزين وهن حاضرين، لانه روايتهم او الروايه اللي عم يقدموها للعالم والبناء اللي هن بانينه معتمد على انه الطرف الثاني هو طرف مشيطن بالكامل، فاي اي بوادر انسانيه بهذا الطرف هن بيقاوموها، هو لازم انه هن بالنسبه لهم كل من عاداهم لازم يكون ارهابي فقط. كيف؟ لذلك انت لانه اذا انت مرق الخوز البيضاء، طيب ليش عم تقصف هاي المدينه اساسا؟ ليش خوز البيضاء موجوده؟ انت ليش عم تقصف مدنيين لحتى تنوجد هيك منظمه؟ هذا السؤال اللي فعلا يا ريت لو بنقدر نختم حوارنا، انتهى الوقت، بس هل سيكون تاسيسا لمرحله جديده ايضا بالنسبه للعمل المدني خلينا نسميه الثوره السوريه؟ يعني في الاشهر الاخيره حقيقه صوره سوداء، يعني يحاول رسمها اعداء الثوره عن المناطق المحرره بانها كلها يعني لا يوجد فيها قوة مدنية، جاءت هذه الجائزة تتويجا لكل هذه القوة المدنية عبر أصحاب الخوذ البيضاء، بالنهاية الدفاع المدني هو مؤسسة مدنية نتجت عن الثورة داخل الأراضي المناطق المحررة التي يعني تخضع لسيطرة الثوار، استطاعت تقديم نموذج جيد عبر مؤسسة إنسانية لا 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 علاقة لها بالسياسة ولا بالشأن العسكري، حتى هي فقط مهمتها إنسانية، إنقاذ الجرحى والمدنيين، هي أولا رسالة لنا جميعا لقوة المدنية أننا نستطيع بالفعل بالتركيز والمثابرة أن نوصل صوتنا وأن نثبت وجودنا داخل المناطق المحررة، وأيضا هي رسالة لكل القوى التي حاول التشويش على الثورة وإظهار الثوار مثل ما قال عمر من شوي أنه هن إرهابيين فقط أو هن مجموعة من المقاتلين المتمردين يبحثون عن سلطة، لا، الثورة فيها قوة مدنية مختلفة، وأحداها ومن أهمها أيضا هي مؤسسة الدفاع المدني التي يقودها أبطال الخوذ البيضاء، وبرجع ببارك لهم مرة ثانية وبارك لأنفسنا وبارك للثورة بهذه الجائزة القيمة التي يعني هي تعطيهم حقيقة جزء بسيط مما يقومون به. مزبوط. كلمة أخيرة عمر. الخوذ البيضاء وغيرها هي بتدل على قدرة الشعب السوري الدائمة واللي مثيرة للإعجاب فعلا، على تجاوز الظروف اللي بنحط فيها، اللي هي ظروف غير إنسانية، ظروف يمكن المستحيل إنه يعيش فيها، عم يحسن يعيش فيها تحت الحصار، عم يحسن يعيش تحت القصف، عم يحسن يعيش ويقاوم، فبتضل الخوز البيضاء وبتضل هي إلنا، وهن بيعبروا عنا نحن، عن السوريين وعن ثورتنا مهما قال النظام أو روسيا، فبالأخير ما لح يسيئوا إطلاقا للشمس، أو مثل ما أنت قلت لما لح يحسن يغطوا الشمس بغربال أبدا. بشكركم كثير عمر وغسان، وإلى اللقاء بالأسبوع القادم بحوار جديد بأورينت نت. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، لا تنسوا تزوروا صفحتنا على الفيسبوك، منشوفكن الأسبوع القادم، إلى اللقاء.